السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي أيتما سويتما الفيديو يقن تقوم في ذي المنطقة يبارقن خاص موقع أماكن سياحية في المغرب دانيتا هانا شن تدرين للبيع أقوم ثنت نين تدرين ديسنت أغ بلوس أن يعني سوى الدايد بروميير تزقمش توارم دي سيجو صالون ديج كوزينة ان شاء الله هذا مش تفاصيل رخو. المهم الموقع يبارقا قرب المسجدين إعوادن الزاثي دار القرآن الزاثي مسجد إعوادن ومسجد ابن عيسى هاقا ثنت ثنين تدرين بروميير إيطاج يلا بنات الجديد واتمنى ان شاء الله هذا نالت الاعجاب نوم ذني تمشت ورم غاس لقيت يعني ستنايني تسنت غاسنت واجهتين يعني اثنين فتشاضات اجن فتشاضة ثانيتا ليس طريق عرضه 10 أمتار ثانيتا العرض من الطريق 9 أمتار متكونة من سنج يعني ليس أربع الغرف بما فيها الصالة اثنين تواليتا سنج داي الصالون صالة مونجي دي تسقى سوا داي مش توارم لان تيجو صالون هكا تركازية تطوع تدخل انت الدث ونيتا الكراج الطوموبيل ني اي حاجة بالنسبة للامطار دايس 120 مترو 120 مترو اذا يس المساحة الاجمالية النس العلو يعني البناء زي 6 زيت مواف ارسنج 4 أمتار و20 سنتيم 4 متر و20 يعني الانسان يفكر ديك شنا عروف نخشى حاجث فذار فيك انا زم انا دفغ داخل بسم الله هذا يتسامح يعني خا شوية حوايج عاد جن شوية نروسخ خا تورم تدات يعني عاد وتكمل بو 100% قيمة شوية تجي في البومبيات اذا انفتح تسبارين اما الباقي كلشي قد دايس في ورا دايس المهم قوم هذون تسكن غوان تاتي صالون صالة صالون ينوجيون بس وداي ليها مشتوارا ما غيرين كوزينة المطبخ ليها هاد السلم الدروج سنتاتي غان غدانيتا يجن دوش دانيتا يجن قديها مدو الدروج وتجي ليها انما ذا هيقا لي جن دوش دانيتا للكراج دوانيتا هاي طوات صفوغ الكراج المهم عاد نبدا زي المطبخ المطبخ قاف المطبخ دوا سمح حتى يدير الروينه يا دانيتا المطبخ قوم دايس 7 أمتار دي الطول دايس مو 4 أمتار دي كوزينه تم قرنت العلو قمش دوم النير 4 متر و20 وانت الصالون اقف ثا طواف مدخله من يزد نوث وعاد وانت الدروج انقعدك الدروج ان شاء الله الطابق الاول واش غادي نسكن غير بيوتي دايس بالنسبه للطابق الاول اقوم طواف مدخله الثانيه دايس الدوش دانيتا على اليمين يرسقا كيسي الجن ربيت نيضس وانت تيدي الجن كولوار هقاف ديها وال الصالون صالون سنج وانت تيدي الجن ربيت نغني و عاوتاني ربيت نيضس دايس الدوش غا داخل المهم دايس غرفة الأولى على اليسار سدوش النس الغرفة الثانية غيقات صالون أقف ذا مقرن عصدو فصاد من الواجهات
دربتني نسن غنيا حق قدام قران ذي الدوش الدوش حق فوز مالا ودي بان بورك شوية نطرام ذي الدوش انا زمرت الوزير دي جيت رفض شادة 9 متر قوم الشارع سيها قوم المسجدين المسجد الاول اعوادا مسجد ابن عيسى يعني المسجدين قاين دينا دار القران ايقظ في المسجدين ديها من يجر القبان الخضراء تني دار القران مسجد ابن عيسى خو أن قاعد سنش غتسقى تزقى مش داو مني غدي تيجن صالومون جي هاكا تانيتا صالومون جي تنقرا ديت شن 8 متر تقريبا غاز دانيتا نكاز دانتي جي الكوزينة طم زيانت مازال كتخدم غا ألومنيوم نكاز لاهو تدانيتا شوفو المهم دانتا ديالي إن شاء الله بوطاجين مصبانة الغرفة التانيتا هاقات ألفو غتسقى ثانيتا الطواف نسقى هاقات تسقها قد تلتا فين تسقني جن عمارة رسقها كيس وانتذ المنزل الأول المنزل الثاني قاعد تسقها كيس ناقص سنيتا نخز هذه الفصادية نخز هذه هذا يعني يدفع الطريق مزغرغان هذه مزغرغان مشان قناة إعواد مسجد عواذا وانت تي المسجد ابن عيسى ثن وين غيرين المسجد ايت عيسى ونيس نضمر المساحه الدات مش لهم 120 متر دايس 2 فاتشات دو فاصات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.